عليكم. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اخيرا عرفت جنس الجنين وراك مصدوم. راه فكرت يا ربي انا اللي عارف يا ربي بغيت نعرف. في واحد الخلعه ما عرفتش علاش. في واحد الخلعه والله راه نتوما كنمشي قبيله كنشرب العصير ديالي باش نمشي لاصال والله ما قدرت. قلت لي سير لاصال خليني انا نقاد كلشي وغنقول لك شنو من هاد ديال لاصال سوربريز. انا قلت لها ما غاديش لاصال باش ما غندرينيش وابقى دريني وعقلي تيفكر في واحد الحاجه اخرى. كتجيني هنا واحد الخلعه بشكل خصني نعرف. انا عارف سمحوا لي خصني نعرف ضروري. مابغيتش نقول لي عرفتي شنو راه مستريسي وجهو شوفوا كيف صفر شوفوا عليه خصني نعرف وخصني نعرف تقولي لي انا كنعرف قصني. شوفوا قبل ما تكملوا هاد لا فيديو ها العار ما قولوا لي واش بنت ولا ولد. يلا رفيقش كتقول انت وي احس ديالك دابا انا شاك دابا انا شاك حيت دابا هي فرحانه غنكون انا فرحان ولا لا ما تقولش لي قولي انت شنو قلتي شنو بالك. شوف هي ماشي زعما ما باغيش هنا بنت اولا ما باغيش ولد. اللي جا من الله مرحبا بها باغيهم انا مهم وليدك تكون صغير ايش خليني مع الدار نخرجك. ولكن واحد الاحساس ماشي زعما على واش الولد بنت ولا ولد. واحد الاحساس يجي في شكل نتخيل راسي انا يمي مدي واش فهمتي شكي ولا فشكات عرفتو هكا كيترعد وكيقول لي ما بقيتش ما ديريش هادشي قولي قبيله تغسل عليا. قلت لها قولي لي ما بغيتها ما ديريش لي هادشي انا يدير المفاخات وتبقاي تقولي لي السسبانس انا خصني نعرف صافي غير تهدى كترعد عليا عندك تضربني يعني كيخلع وما يمكنش. المهم غنوريكم شنو خديت البيبي شاور على قد الحال وحتى اللي ان شاء الله اللي بغى هكا شي فكره يدير بحال اللي عجباتكم. المهم خديت هادو شوفوا انا باش عجبوني هاد الشيء كيخلي لك يعني علاش كنحل دابا حدا هاد النفاخات حيت فيه غوز وزرق يعني ما غاديش يعرف واش زرق ولا غوز يعني بجوج. شفتوا هانتوما خديت هاد النفاخات هادو شوفوا شحال زوينين. شحال خدينا هادي رفيق شي 40 40 درهم والله الا اثمنها غير زونابل. هانتوما فيهم جوج قلوبه زرق وغوز ونفاخه الوسط هكا فيها بوي اور جير وفيها جوج هاد البيبي هادو شو فيها جوج ديال البيبيز. المهم انا رفيق حطيت وحدايا باش نفخ لي هادشي حيت انا ما قادرش نفخ. خديت هادو هادي هي اللي علاش طالع الفيلم رفيق هادي راه هي علاش طالع الفيلم. خليني نشارك معاهم. ها نتوما خديت هادي حتى هي بوي اور جرو. المهم هادي نفاخه الا كانت عندك بنت غتعمريها بالغوز الا كان عندك وليد غتعمريها بالزرق. ومن الاحسن خذوا هادو هاد الدورات ما تاخذوش داك التفرشي ديال الطحين غيوسخ لكم الدار. هادشي الا كنتو غديروا في الدار اما الا كنتي غديري برا خدي بودرة اي حاجه. شوفوا هانتوما هادشي كامل باش نفاجئوك ورفيق خدا هاد لي فلام ما فهمتش بلي غيحتفل محيح. اجي 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 نو علاش واخد هاد لي فلام هادا ما فهمتش باش منين كدا بوا بلا بوا اي ورا تشطب وحنيني. قلت لها تاخذهم حتى اللي غتشطبهم ياك انت. وخدينا هادو النفاخات زرق اوغوز هادو ما عرفتش قالت قال لنا ناخذهم. انا انت كيما عجبوك هادو ما عجبوني هاد الفلوس بغات تشعل فينا العافيه في الدار. كتعرفت شحال هادو ساهلين ما كنعرفش دابا خلينا نخو على خليني باش شويه يلا نفخ يلا سير انت اللي غتنفخ ماشي انا انت اللي غتنفخ. انا نفخ يا دابا الزرق عارف ليش كيرمز الزرق وليد والوردي عارف شنو كيرمز البنت. صافي انا عارفه شنو دايره لك هنايا الا شفتي اللون الزرق عندنا وليد الا شفتي اللون وردي راه عندنا بنيه والا شفتيهم بجوج راه عندنا يا ربي شوفهم بجوج يا بلاتي. احساس الابوه شنو كتحس انت شنو كيقول قلبك واحد الاحساس راه وجهك صفراء. واحد الاحساس راه مشكال مش عندي واحد الاحساس راه كنفكر فيه ديما تنقول دابا تخيل انايا بالي البارح شو سبحان الله وليد كدا دابا ولا انا يكون عندي وليد وانا حمار من الدراري الصغار فيما تعيط انا تقول لهم فيما كنمشي تلقى شي ولد الدري صاحبي خصني نشدو نبقى نعنقو نلعب معاه ديما تنقولها تنقولها والله باغي وليدات باش الحماق على وليد عرفتي راه دابا انت باش كتحس نتايا الحلم وليد وبنيه ماشي اللي جا سبحان الله مرحبا بها ولكن الخليفه
عجبتيني عندي الاعصاب عجبتيني الخليفه صافي دابا شوف ما نوتركش بزاف وما نطولش على المتابعين ديالنا حتى ثلاثه تسمعونا الموتر على سربي ها نتوما كواليس الفيديو ايش فرحه دابا عندك عاد الفرحه ونقلبوا هادشي كامل عندك تهدمت كامل ماشي بلاتي هز الفوق هكا وشدها يا الله بلاتي بلاتي قلبي تيضرب يا الله تقبل بسم الله توكلنا على الله بسم الله بلاتي خمسة أربعة ثلاثة جوج كنطلب الله ماشي انا ما باغيش بنيه ولكن فهمتي وليد الخليفه فهمتي القوي بغيت يطلع لك وليد فراسك وتبغي بنيه لا غنبغيهم جوج بيان سور يا ربي رزقني وليد ومراه بنيه فقط يا معلم